النور عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، شكرا على لي لايك، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو. الله يحفظكم والله يستركم يا ربي ارحم الراحمين، يستر الدنيا ويستر الاخره. خليكم معايا حبابي، اليوم غادي ندوزوا معايا الصباح ديالي كيفاش كندوزوا اولا النهار ديالي. يلا معايا نشرو شويه. جات صراحه الشتا، الحمد لله والشكر لله. الحوايج اللي صبنت معاكم على الفريكه العجيبه مازال ما يبسوش، راه سيمانه هذه تقريبا، والله الا سيمانه تقريبا ومازالين ما يبسوش، راه مازالين كيتسناو. كنطلعوا من السطح ديال الشتا، كنهبطهم لتحت كتخرج الشمس، كنطلعوا من السطح ديال الشتا. المهم راهم معايا في العذاب، هما معايا في العذاب وانا معاهم في العذاب. خليكم معايا الحباب ديالي، دابا غادي نشرهم غير هنايا لداخل على الكرسي. المهم درهم شي شويه الهواء، واخا صراحه داروا الريحه، والله الا داروا الريحه، خصهم ضروري تضر فيهم ديك الشمس القاصحه باش انهم تحيد منهم، باش زعما ينشفوا مزيان. صافي دابا خليكم معايا انايا، غادي نشرهم غير هنايا فوق الكراسي وخليكم معايا. تاتي كما كتشوفوا الخير والبركه ديال الحويجات، ها هما نشرتهم هنايا فوق هاد الطبله في السراجم. صراحه الشتاء مع الشتاء والبرد راكم عارفين، يعني ما غاديش زعما يصاوبوا، ما غاديش يبسوا، والله العظيم الا هادو هما الحوايج اللي صبنت ديك النهار سيمانه هذه اللي صبنت بالفركه العجيبه اللي قلت لكم اخر ما كاين في الفركه، ها هما مازالين ما يبسوش. نشرتهم دابا فوق الكراسه وفوق الطبالي. ولالا النويوي راه شوفوا معايا، لالا النويوي راه كيديها النعاس. جلست هنايا مسكينه، غطيتها وعطيتها اللعاب ديالها كتلعب. في راه مامو ديالك فين راه؟ وما نعستيهش مسكين، راه جاه البرد ما غطيتيهش. قولي السلام عليكم مشاهدين، قالك زعما غطاته. صافي زعما غطيتيه دابا من البرد. كلهم غتغطيهم، مساكن جاهم البرد وليداتك، مابغاش يتحشى. وصافي خواتاتي كما كتشوفوا هنايا جمعت هاد البليصه فين كنجلسوا هنايا السيجور. فضلت بزاف الناس قالوا لي علاش ما درتيهمش في الصالون، حيت اصلا كيف ما ديجا قلتها لكم، قلت لكم حنا هنايا كنجلسوا في هاد البليصه هادي، داكشي علاش درتهم هنا. هاد البليصه مفاجئه. وصافي الطبله حطيتها تما حتى نوجدوا زعما تنوجدوها كنتغداو عاد كنجيبوها لهنايا كنجلسو عليها. وصافي خواتاتي هذه هي الى الغداء ان شاء الله. يلا معايا نديرو الغداء، وشنو غنديرو في الغداء؟ يلا معايا ونكتشفوا شنو غنديرو في الغداء ان شاء الله. تاتي الغاليات، من بعد ما طابت لي مطيشه ديالي كما كتشوفوا، دابا غندير لها البيض.
تكون مزيان بحال هكا صافي نخوي على مطيشه ديالي من الفوق يعني بعدا مطيشه راه كلشي كيعرف يديرو غير الطوارئ كيختلفوا كل واحد والطريقه ديالو حبيبه حدايا هاتي حدايا باش مراكيش حدايا مراكيش حدايا هاتي حدايا الزوينه البوكوصه ها شكون الزين بعدا تقولي لي شكون الزين قولي لي شكون الزين تيا شكون الخايب زينه شكون الخايب كتفكري شكون الخايب البنات ديالي كما كتشوفوا الغديوه ديالي ها هي وجدات شتي غير كدير له داك الربع كيجي اللوين ديالو واعر ودابا خواتاتي غادي نقلبوا نسمراري واتاي ديالنا شوفوا تبارك الله اتاي ديال الصحراء احسن اتاي تحيه كبيره للناس الصحراء الناس المتابعين ديالي من الصحراء تحيه كبيره لكم كنوجه لكم تحيه كبيره 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 بزاف لكاع المشاهدين ديالي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن اخوتي اللي في الديار الاوروبيه اخوتي وخواتاتي اللي في المغرب كنوجه لكم تحيه كبيره شنو حبيبه السلام عليكم المشاهدين ديالنا كيدايرين لاباس عليكم بخير امين كما كتشوفوا دابا ماما وجدت لنا الغديوه والخبيز السخون واتاي وشكرا لكم بزاف على الكومنتات ديالكم زوين كتزيدونا القدر بزاف كما كتشوفوا دابا ماما هي كتقلب اتاي الصحراوي كويسه ديال الصحراء مازال كنشربوا فيهم منين شرينا مازال كنشربوا فيهم والخبيزه وداتنا ماما شويه ديال المطيشه وشكرا لكم بزاف على كل شيء ديالكم زوينين وشكرا لكم على اللايك ديالكم على كل شيء وشكرا لكم بزاف اللي كيكومونتي ولا اللي ما كيكومونتيش شكرا لكم بزاف لايك 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 السلام عليكم مشاهدين ديالنا الاعزاء كيداير لاباس عليكم نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم فيديو جديد ونهار جديد ونتمنوا نكونوا خفافين على قلوبكم وشكرا لكم يا المشاهدين واليوم كنشارك معكم غديوه ديالنا البسيطه ومرحبا بكم معنا وشكرا لكم يا المشاهدين انا منقول لكم ويس كنحييكم المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وصافي خواتاتي هنايا دابا راه حنا كنتغداو شوفوا كمال كي كيضحك ما عرف شنو كنا كنقولوا كنضحكوا ايوا هادشي اللي عطى الله الحباب وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم شكرا على لي لايك ديالكم شكرا على كلشي الله يجازيكم بخير بالنسبه للناس اللي غيشوفونا هنايا غيقولوا راه حنا كناكلوا باليسر لا خواتاتي راه حنا كناكلوا باليمن ولكن الكاميرا ديال التليفون ديال الاوبو كتكون مقلوبه يعني كتاكل الكاميرا القداميه مقلوبه كتبينك بحال كتاكل باليسر ولكن حنا راه كناكلوا باليمن الحمد لله حنا راه حنا مسلمين وكناكلوا باليمن ولكن الكاميرا هي اللي مقلوبه حيت واخا كنقولها وكنعاود نقولها في بزاف ديال الفيديو كاين بزاف الناس اللي ما كيتفرجوش في الفيديو من الاول حتى الاخر داكشي علاش ما كيفهموش وهادشي اللي كاين خواتاتي ونتمنى ربي الحبيب يدير لنا اللي فيها الخير لينا وليكم ولجميع المسلمين وصافي خواتاتي هنا غنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم وشكرا لكم بزاف 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 الله يسهل عليكم